السلام عليكم، معكم جيهان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اللي عجبتني وقلت نتقاسمها معكم. الطريقه ديال التحضير ديالها سهله بزاف ولذيذه، بريوش يعني تقدروا تقاسموه مع العائله ديالكم في كل الاوقات. الفطور الكوتي كيجي غزال ومقطن بلا بيض وبلا زبده، والمقادير في متناول الجميع. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير فاحنا غادي نحتاجو واحد تقريبا كاس قدو قد الحليب، يعني تقريبا 160 مللتر، وجوج كيسان ديال الدقيق، ولكن الدقيق غادي نقدروا نحتاجوه من بعد حيت على حسب النوعيه ديال الدقيق. والكاس ديال الفينو الدقيق الاصفر، واحد ربع الكاس ديال الزيت، وربعة المعالق ديال السكر سنيده، وعندنا الملح وفاني ديال التنسيم واحد الساشي وحده، وتقريبا عندنا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه يعني من فئه 11 غرام. دابا غادي نوريكم طريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير جد سهله. اول حاجه غادي ناخذ 160 مللتر ديال الحليب و160 مللتر ديال الماء، يعني يكونوا بجوج بهم دافين. تقريبا كاس ديال العنبه كبير، وعندنا ناخذ واحد شويه ديال الملح وربعة المعالق ديال السنيده والفاني ديال التنسيم، وعندنا تقريبا واحد 11 غرام كيف ما قلت لكم ديال الخميره الفوريه. غادي دابا نخلطهم مزيان، وغادي نسد عليهم بشي اناء ولا شي حاجه، نخلي ديك الخميره والمكونات حتى كيتفاعلوا من بعد ونتلاقاو. بعد ما تفاعلت لي ديك الخميره كيف ما كتشوفوا فكيبداو كيبانوا فيها واحد الفقاعات في الوسط. غادي نزيد على دابا تقريبا ربع الكاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نخلطهم مزيان حتى كيتجانسوا ليا دوك المكونات، وغادي نضيف كاس ديال الاول ديال الدقيق، وغادي نخلطو مزيان. ومن بعد غادي كيف ما قلت لكم الدقيق كيبقى على حسب النوعيه، نقدروا نزيدو نقدروا ننقصوا. وكاس ديال الفينو الدقيق الاصفر السميد يعني الناعم، غادي نخلطوهم مزيان، وغادي نبقاو نزيدو الدقيق تدريجيا حتى كتجمع لينا العجين. غادي نزيدو دابا من بعد الكاس الثاني، وانا غادي نزيد الكاس الثالث لحقاش الدقيق عندي يعني العجين ديالي يحتاج الدقيق. غادي نحتاجو في هاد المقادير 3 ديال الكيسان ديال الدقيق يعني بالضبط، والعجين خصو ضروري يلتصق معكم. انا غادي نزيد دابا الكاس الثالث، وغادي نحاول نجمع العجين باليد ديالي. كما كتشوفوا فانا زدت الكاس يعني الكاس الثالث، وضروري خاص العجين يعني تلصق لكم في ايدكم. هذا هو القوام ديال العجين ديال البريوش. ولا احتاجوا الدقيق فبطبيعه الحال راه غادي تزيدوا الدقيق. غادي نحاولوا نجمعوا هاد العجين باليد ديالنا، وغادي نديروا شويه ديال الزيت، وغادي نخلوها ترتاح تقريبا نصف ساعه. دابا غادي نغطيها بالبابي السلوفان وغادي نخليها ترتاح. بعد ما العجين خليته يرتاح تقريبا واحد نص ساعه، دائما دهنوا ايدينا بالزيت باش ما تلصقش لينا يعني العجين ديالنا. فدابا غادي نحاول نبسط كل قطعه. بعد ما شكلت القطع يعني كويرات صغيره وحده كنشكلها كبيره، غادي نجمع هاد العجين على هاد الشكل، وغادي نوضع فوق وسط منه نوتيلا ولا الكونفيتير ولا الجبن اللي كان عندكم يمكن لكم تضيفوه، فماشي بالضروره انكم تضيفوا الشوكولاته. وغادي نستمروا على هذا الشكل حتى نكملوا جميع الكويرات اللي عندنا. بعد ما كملت هذوك الكويرات كتبقى لي هذه الكره الكبيره اللي شكلتها قبيله، يعني كنشكلوا وحده كبيره اللي غادي نوضعوها في القاعده، وغادي ندلكها مزيان بالمدلك حتى كنتحصل على واحد العجين يعني دائري اللي يكون القطر ديالو شويه كبير على قد المول اللي غادي حنا ندخلو الفران. غادي نحاول نبسطها مزيان على هذا الشكل. دائما دهنو من تحت بالدقيق باش ما تلصقش لينا العجين،
فكتجي على هذا الشكل تبارك الله مورقه، ويعني والعجين حتى هو غزال، ما فيش البيض، ما فيه لا زبده لا حتى شي حاجه. دابا غادي ناخذ واحد المول اللي ديجا حنا دهناه بالزبده والدقيق على هذا الشكل، غادي نوضع فيه داك العجين في القاعده ديالو على هذا الشكل. دابا غادي ناخذ واحد القطاع ولا جرار الشباكيه ولا اللي عندكم ديال البيتزا، غادي نحاول نقطع يعني في القاعده ديال المول كيف ما كتشوفوا. بعد ما قطعت يعني القاعده ديال هذاك العجين غير شويه يعني ما نقطعوش كامل، فغادي نوضع هذاك الكويرات ديالنا نستفهم، الا كان ممكن تزيدوا اكثر فيمكن لكم تزاحموا مع بعضياتهم، فالعجين كيبقى يعني اختياري وعلى حساب الافراد ديال العائله. دابا غادي نجمع داك العجين اللي كنت قطعت على هذا الشكل، غادي نجمعه فوق العجين، وديجا انايا دهنته بالصفار ديال البيض مع الخل باش هكا قبل ما ندخله الفرن فاش نخليها تخمر بهكا باش ما تطيحش ليا العجينه ملي نبغي ندخلها الفرن. دابا غادي نزوقوا بالعنب الاسود يعني المجفف زبيب ولا اي حاجه عندكم، وغادي نخليها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه يعني، وغادي نغطيها بالبابي سلوفان مدهون بشويه ديال الزيت باش هكا ما يلصقش ليا على العجين ملي يخمر كيف ما كتشوفوا، فضروري من الزيت، وغادي نغطيها. وغادي نخليها ترتاح تقريبا نصف ساعة ونغطيها من الفوق بشي منديل. بعد ما خليت ارتاحت تقريبا واحد نص ساعه، وانتم يا على حسب درجه الحراره اللي عندكم في المطبخ تقدروا تحتاجوا ساعه يعني كامله. فدابا غادي ندخلها، غادي ندهنها اول حاجه بالصفار ديال البيض غير شويه باش ما تطيحش ليا العجين، وغادي ندخلها الفران تقريبا على درجه الحراره 180 درجه مسخن من قبل، وغادي نطيبها من التحت عادش نشعل عليها من الفوق باش طيب لينا بالكامل، ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها بعد ما نخرجها من الفران. هذا هو الشكل النهائي بعد ما خرجتها من الفران، فكتجي على هذا الشكل تبارك الله غزاله ومقطنه وما كتحتاج لا بيض لا زبده، فصدقوني كتجي يعني لذيذه بزاف، وكنتمنى تجربوها. فشكرا على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد، وشكرا على المتابعة.